ظلال من الحزن والحداد خيمت على العراقيين في يوم العزاء لدى المسلمين الشيعة الذي يحيون فيه ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي في العاشر من محرم في معركة الطف في كربلاء. ما عمق من حزن مراسم الإحياء وقلبها إلى عزاء هي حادثة أليمة وقعت على أعتاب الضريح، تسببت بمقتل وإصابة العشرات. لكن مشاهدينا، قبل الدخول في تفاصيل ما حصل، دعونا نشاهد كيف كانت المدينة القديمة في كربلاء يوم أمس. هذه المدينة تستقطب سنويا مئات الآلاف من داخل العراق وخارجه من الشيعة يأتون إلى المدينة. هذا الأمر يتسبب باكتظاظ شوارعها بجموع الزائرين والمواكب التي تعرف بالمواكب الحسينية والأعلام المكتوبة عليها عبارات مثل يا حسين ولبيك يا حسين، ولكن لا يعرف بالتاريخ الحديث حوادث مشابهة لما جرى أمس ونتحدث عنه اليوم. من مراسم إحياء الذكرى ركضة تعرف بركضة طويريج، وتعتبر من أكبر تجمعات المسلمين الشيعة ويحضرها بحسب روايات الملايين. هذه الركضة أخذت اسمها من منطقة طويريج، حيث تبدأ عند منطقة قنطرة السلام، حيث هنا يهرول الوافدون لمسافة 5 كيلومترات تقريبا إلى أن يصلوا إلى مرقد الإمام الحسين. هذه السنة خصصت أبواب للدخول، من هذه الأبواب باب القبلة الذي سيظهر هنا، هذا باب القبلة، وهناك باب آخر هو باب الرجاء، ثم يخرج المهرولون لمرقد الإمام العباس من خلال هذا الباب متجهين إلى الضريح المقابل. لكن مشاهدينا، عند باب الرجاء هنا سقط أحدهم فتعثر آخرون به وسقطوا على بعضهم البعض. تخيلوا في ظل ذلك العدد الكبير ماذا ستكون النتيجة؟ نتيجة التدافع طبعا. النتيجة كانت مقتل 31 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح. مشاهدينا، هذا هو باب الرجاء الذي نتحدث عنه يخرج هنا، وهذا هو الباب الرئيسي، باب القبلة الكبير. كانت جموع الناس تأتي من هنا وتخرج من هذه الباب الأخرى للذهاب باتجاه مرقد العباس. ولكن مشاهدينا، انتشرت فيديوهات تظهر حالة المصابين بعد التدافع. هكذا بدأ المشهد، حيث يظهر بعض المصابين على الأرض وهم يحاولون مساعدة آخرين سقطوا أيضا، إلى حين وصول الطواقم الطبية وأخذهم إلى المستشفى وسط هذا الزحام الشديد الذي رأيتموه في بعض المشاهد التي عرضناها عليكم. بعد الحادثة وصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى مدينة كربلاء على ما يبدو لتفقد المصابين في مستشفى الحسين، وقدم تعازيه لأهالي القتلى والمصابين. أما محافظة كربلاء فقد أعلنت الحداد العام لثلاثة أيام على أرواح الذين ماتوا، وقالت إنهم استشهدوا ذوبانا وولاء في حب الإمام.